والنهارده الفيديو مختلف شويه عشان عايزه احكي لكم موقف حصل معانا شخصيا، يعني او اشارككم اكسبيرينس على موقف حاجه ليها علاقه ممكن نقول بتنميه بشريه شويه، وازاي تقدر تتصرف او ازاي لازم تتصرف مع حد مصمم ان هو يحرجك، حد عايز يحرجك، حد عايز يخلي شكلك ومنظرك يعني منظرك وحش يعني. فاول حاجه بليز تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان قولوا لي تتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، وبليز اي حد عنده سؤال يكتبه لي تحت، وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي على رشا مراد اندرسكور على الانستجرام وعلى الفيسبوك رشا مراد بالعربي بالانجلش. سؤال الحلقه النهارده، ازاي تتصرف مع حد او تتصرف مع شخص مصمم ان هو يحرجك، عايز تتصرف مع شخص مصمم ان هو يحرجك، مصمم ان هو يخلي منظرك وحش، يبقى عايز يعني هو قاصد الموضوع ده، يبقى انت عارف ومتأكد ان هو قاصد عايز يعمل كده، عايز يخلي شكلك وحش، عايز يخلي منظرك وحش قدام حد. انا بصراحة حصل معايا موقف مشابه زي ده في شغلي، فعشان كده يعني قلت ايه ما اشارككم الاكسبيرينس بتاعتي وازاي المفروض ان انتوا تتعاملوا مع هذا الشخص او مع الشخصيه اللي بتحاول انها تحرككم وخلي شكلكم وحش او يعني تبقى متعمده الموضوع دوت. يعني اول حاجه لازم تعملها ان انت تتاكد ان الشخص ده نيته مش كويسه، يعني لان ممكن يكون هو مش قصده او سوء تفاهم. فوانس ان انت اتاكدت ان الشخص ده يعني بيعمل كده شرا منه، ان هو شخص شرير قصده ان هو يحرجك من يعني هو فعلا قصد حاجه زي كده، يبقى لازم تتعامل معاه بطريقه واحده بس، تتجاهله. تتجاهله يعني اولا تتجاهله، يعني ولا كأن اللي بيعمله ده انت مش شايفه مش حاسه، كأن هو بيعمل مع نفسه. فلازم اول حاجة تتصرف فيها مع هذا الشخص الشرير الوقح اللي بيحاول ان هو يخلي منظرك مش كويس، بيحاول يحرجك، عايز يخلي الناس تتكلم عنك مش كويس، ان انت تتجاهله تماما، ما تردش عليه، ما تتعاملش معاه بنفس وقحته. بالعكس، انت لما ترد عليه وتتوقح معاه وتهزقه او تشتمه او تتخانق معاه، ده معناه ان انت مهتم بيه، معناه ان انت عامل له حساب. بالعكس، افضل حاجه ان انت تتجاهله لاقصى درجه، او يعني ان انت يعني ولا تعاتبه كمان، ما تعاتبهوش، هو لا يستحق ان انت تعاتبه، لا تجاهله ولا كانه عمل حاجه، تخليه ياكل في نفسه بقى ازاي. هو هيبقى مستغرب جدا، انت ليه مش متغاظ، انت ليه مش بتعاتبه، انت ليه مش بتتكلم معاه، هو انت ليه مش متاثر بالموضوع ده اللي انا عايزاك تعمله، يعني حاسس ان هو ولا حاجه، ان هو ما عملكش اي حاجه اصلا، فبالتالي انت مش متضايق ولا انت متغاظ ولا الموضوع فارق معاك، فده هيحرق له دمه جدا جدا جدا. تاني حاجة ان انت يعني تبقى افضل منه. تبقى افضل منه ازاي؟ دايما بحس ان لما حد يبقى شرير معاك ووقح معاك، ما تتعاملش معاه بنفس وقاحته بنفس اسلوبه بنفس قذرته، بالعكس خليك اتعامل بطريقتك انت، اتعامل بتربيتك انت، اتعامل باحترام. فالشخص ده يبقى حاسس ان منظره وحش قوي قدام نفسه على فكرة، يعني انت هتحرجه قدام نفسه، وممكن يجي يعتذر لك كمان. ويكفي ان انت بتقابل السيئه بالحسنه، زي ما دي وصيه من ربنا سبحانه وتعالى، ان انت وقابل السيئه بالحسنه، فاذا بالذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فدايما لما انت تعامل حد كويس، هو بيحتقر نفسه، هو بيتضايق من نفسه جدا، ويبقى مش طايق نفسه على فكره. فدي نقطه تانية مهمه جدا. تالت نقطه، ان هو لو عايز يبين لك حاجه وحشه مثلا في الشغل، مثلا تتفوق جدا في الموضوع عشان تبين للناس اللي هو عايز يبين لهم ان انت شخص مش شاطر في شغلك او عندك مشكله معينه، ان هو ما بيفهمش حاجه وان انت اللي صح في الاخر. هو ده اللي انا عملته في الشغل، يعني انا في حد كان بيتعمد ان هو يخلي شكلي وحش قدام مدير وان مديري يتضايق مني، انا اثبتت لنفسي واشتغلت كويس قوي على الحاجه ديت، وانا كده كنت اشتغل عليها كويس، بس انا كنت مركزه جدا علشان مديري في يوم من الايام يجي يقول لي يا ده الشخص ده مش كويس، هو فعلا كان بيحاول يظلمك وكان بيقول عنك كلام مش كويس. وده اللي انا عايزه اقوله لك، يا حد بيقولك عليك ما بتعرفش تشتغل، مش بتهتم بشغلك، عندك مشكله في الشغل، عندك مشكله في حياتك، بيتكلم عنك، اثبت، اعمل عكسها وركز كويس قوي فعكسها، علشان تخلي الشخص ده هو اللي كذاب، هو اللي يبقى هو الشخص السيء قدام الناس كلها. يبقى انت مش هترد عليه بالكلام، انت هترد عليه بالافعال. احسن رد دايما على شخص مستفز مش بالكلام، يعني لما حد يجي يستفزك يبقى عايزك تتخانق معاه، عايزك تشتمه، عايزك تهزقه، ما تعملش كده، تتجاهله
رقم واحد لازم تتجاهله، رقم اتنين ان انت تثبت عكس كلامه بالافعال لا بالاقوال. يعني مثلا واحد يقول انت شخصية مادية، لا انا مش مادي، لا اثبت ان انت شخص مش مادي، مش تقولش انا مش مادي، انا مش كذاب، انا مش كسول، انا مش ببوظ الشغل، انا مش عارفة ايه. يبقى خلي افعالك تتحدث بالنيابة عنك، ما تخليش اقوالك هي اللي تتكلم، خلي افعالك هي اللي تتكلم. على فكرة وفي ناس كتيرة جدا، يعني انا في شغلي مثلا ممكن حد يجي يقول لي رشا على فكرة انا ظلمتك وانا اسف، ده في فلان مثلا او فلانة قالت عليكي كذا كذا وانا كنت مصدقهم، بس بعد ما اتعاملت معاكي اكتشفت ان انت كويسة جدا. انت تثبت عكس كلام هذا الشخص اللي عايز يجرحك، اللي عايز يهينك، اللي عايز يبين منظرك وحش، والناس كلها تبقى عارفة ان هو اللي شخص مش كويس، وان هو اللي افاق، ان هو اللي بيقول حاجات مش لطيفة او حاجات مش صحيحة، وبالتالي وانت اللي هتبان احسن من الناس. فلما حد يتكلم عليك باسلوب مش كويس ويحاول يحرجك، يبقى رقم واحد هتجاهله، رقم اتنين ما تردش عليه بالكلام، رقم تلاتة لازم ترد عليه بالافعال. بشكركم، الموضوع ده مهم جدا عشان اكيد كلنا بنقابل ناس مستفزه وناس مش كويسه وناس ما عندهاش اخلاق في حياتنا، فعلشان كده لازم تتعلم ترد عليهم كويس، ما تردش بالكلام، ما تهزقهمش، ما تعاتبهمش، لان هما لا يستحقوا ذلك. الرد الوحيد في الموضوع دوت هو ان انت تكون تتمالك اعصابك، ان انت تتمالك وترد بذكاء. حلو ان انت ترد بمخك وبعقلك وبذكائك اكتر بكتير ما ترد بايدك وبلسانك. شكرا، اتمنى لكم ان شاء الله باذن الله يوم سعيد، كل سنه حضراتكم طيبين، اشوفكم فيديو تاني، ومع السلامه، باي باي. وكل بليز تابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي، وكمان تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي التانية هي وهو بالعربي والانجليزي.